بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي المحاضرة رقم 28 مساق تحليل حقيقة 2 طلاب وطالبات الجامعة الإسلامية كلية العلوم قسم الرياضيات. الآن حنبدأ في السكشن 9-3 اللي هو تيست فور نون أبسوليوت كونفيرجنس. تيست فور نون أبسوليوت كونفيرجنس. الآن لو لاحظنا اللي هو حديثنا في السابق كان على اللي هو تيست فور أبسوليوت كونفيرجنس، كل اللي هي السيريز اللي فحصناها اللي هي بواسطة اللي هي أو سيريز أوف بوزيتيف تيرمز أو اللي هي أبسوليوت كونفيرجنس اللي هي السيريز. الآن لو كانت عندي السيريز مش اللي هي بوزيتيف تيرمز، لو كانت اللي هي سيريز متغيرة الإشارة، زي عندنا لو جينا سميشن ناقص 1 أس أن زائد 1 على أن وسميشن ناقص 1 أس أن زائد 1 على جذر الأن. الآن بدنا اللي هو نعمل تيستينج فور أبسوليوت كونفيرجنس أو فور كونفيرجنس، تيست فور كونفيرجنس لهذه السيريز. مش في بدنا نحكي الآن عن تيست فور كونفيرجنس، لأنه أبسوليوت كونفيرجنس بنعرفه من اللي هو خلال السابق. الآن بلزمنا إذا الحديث عن حاجة اسمها alternating series. إيش الالترنيتنج سيريز؟ لو كانت عندي إكس بتساوي إكس أن أوف نون زيرو ريال نمبرز، يعني هذول عبارة عن ريال نمبرز مش صفار، اللي هو ممكن تاخد موجب أو سالب، ولكن السيت تو بي alternating. الآن لما بدنا نقول عنهن alternating بدنا نيجي إن هو نقيدهن، بمعنى آخر it's set to be alternating if the terms ناقص واحد أس أن زائد واحد إكس أن are all positive or all negative، يعني يا كلنا هذول إيش؟ موجبات، يا كلهن ايش؟ سالبات. if the sequence x بيساوي xn اللي هي is alternating we say that the series summation اللي هي it generates is an alternating ايش؟ ما لها سيريز. ما دام هذه كلها بوزيتيف او كلها نيجاتيف صارت على بعض، وهذه تنساش انه مره بتاخد بوزيتيف ومره بتاخد نيجاتيف، اذا السيريز الاكس ان او الاكس ان الاصليه هذه حتكون مره بتاخد موجب ومره بتاخد سالب، او مره بتاخد سالب ومره بتاخد موجب. فعشان هيك بدل ما نكتبها زي هيك ونقول هذه دائما كلها موجبه، بنيجي بنكتبها بصوره ثانيه، بنقول خلينا نكتب السيريز اكس ان تساوي ناقص واحد اس ان زائد واحد في مين؟ في زد ان. وبتصير الان زد ان هي اللي دائما بوزيتيف، وهذه هي اللي بتحدد الإشارة. عشان هيك لما نحكي عن الالترنيتنج سيريز حنصير نكتبها على الصورة هذه، ناقص واحد أس أن زائد واحد أو ناقص واحد أس أن في زد أن، وزد أن دائما تكون موجبة، والناقص واحد أس أن زائد واحد أو ناقص واحد أس أن حتتحدد لي هي اللي هو إنها مرة موجبة ومرة سالبة. هل حتحدد اللي هو في الأول موجب وبعدين سالب حسب اللي هو الأس أن زائد واحد أو اللي هيش أن. الآن نيجي اللي هو بدنا نفحص السيريز اللي منها النوع، هل هذه السيريز اللي هي كونفيرج ولا دايفيرج، وهذا اللي هو الإشي الجديد عن اللي هو السكشن السابق. الآن اللي بنقوله alternating series test let z بتساوي زد أن be a decreasing sequence of strictly positive numbers with limit Zn ايش بيساوي؟ صفر. اذا في عندي شروط الان للسيريز اللي انا بدي افحصها. اول حاجة بدي يكون عندي Zn عبارة عن decreasing sequence وكل واحدة of strictly positive numbers، وكل واحدة ايش مالها؟ عبارة عن positive number يعني اكبر من صفر strictly، واللي هو لكل ان. فصار عندي اللي هو شرطين انها تكون decreasing وlimit والزد ان اكبر من صفر strictly لكل ان، والشرط الثالث اللي هو limit الزد ان ايش يساوي؟ يساوي صفر. اذا صارت السيكونس اللي بدي اكون منها الالترنيتنج سيريز تحقق ثلاث شروط: زد ان decreasing sequence، strictly positive numbers الزد ان، وlimit الزد ان بيساوي صفر. الان بقول لي ذن الان النتيجة the alternating series summation ناقص واحد أس أن زائد واحد زد أن إيش مالها؟ is convergent. إيش مالها؟ حتكون convergent وانت مغمض. يعني لو جينا على اللي هو السيريز اللي فوق عندي اللي هي اللي عرضناهن في الأول اللي هي الواحد على أن اللي هو نص، اللي هو أكبر من ثلث، أكبر من ربع، أكبر يعني decreasing، قول متى بيساوي صفر،
وهيها alternating وكل واحد ما positive. إذن هذه السيريز إيش مالها؟ converges حسب النظرية. طبعا is not absolutely convergent لأنه لو في absolutely convergence بترجع لنا للواحد على n series. ماشي الحال. الآن عندي نشوف اللي عنا اللي هو برهان النظرية اللي تزيد بيساوي زد ان بي decreasing وفي strict positive numbers والليمت زد ان بيساوي صفر then the series summation ناقص واحد زد ان is convergent. خلينا نشوف يا جماعة. عندي الآن خلينا نطلع وين بدنا نروح. احنا بدنا نثبت انه اللي هو السيريز ناقص واحد اس ان زائد واحد زد ان ان من واحد الى ما لا نهاية كونفيرجز. هذا اللي بدنا نثبته. ماشي الحال. خلينا نشوف ايش اللي عندي سميشن هذا من ان من واحد الى ما لا نهاية كونفيرجز. نشوف. احسب لي اول اشي اللي هو البارشل صم اس اتنين ان. اس اتنين ان ايش حيساوي؟ عبارة عن زد واحد ناقص زد اتنين زائد زد تلاتة ناقص زد اربعة. بفك في السيريز هذه من ان بتساوي واحد. عندي ان بتساوي واحد بصير ناقص واحد اس ان زائد واحد زد ايش؟ زد ان. ماشي الحال. الان صار عندي الاس الان من هاي السيريز. هاي السيريز عندي. ماشي؟ الان عندي اس 2 ان زد 1 ناقص زد 2 زائد زد 3 ناقص زد 4 زائد زد 5 ناقص زد 6 لما اصل لاخر 2 تي ان زد 2 ان ناقص 1 ناقص زد 2 ان. هذه مين هي؟ الاس 2 ان. الان السيكونس الاصليه زد كي ديكريزنج. ما دام ديكريزنج اذا زد كي ناقص زد كي زائد 1 اكبر او يساوي 0. يعني زد 1 ناقص زد 2 اكبر او يساوي صفر وزد 2 ناقص زد 3 ناقص زد 4 برضو اكبر او يساوي صفر وهذه اكبر او يساوي صفر. يعني وكانه اس 2 اللي هي از انكريزنج سيكونس اوف بارشال سامز. ليش الان اتفلوا زاد سب سيكونس اس 2 اوف بارشال سامز از انكريزنج. ليش انكريزنج؟ خلينا نشوف. عندي لاحظ الان لو اخذت اس 2 واس 4 واس 6 حتلاقي كل مرة ايش مالك بتضيف تيرم. هذا التيرم اللي بنضاف اللي هو بوزيتيف. اذا حيكون الاس 2 از سيكونس اوف بارشال سامز ايش مالها؟ عبارة عن كون اللي هو انكريزنج سيكونس. ليش؟ خذ بشكل اوضح من اللي حكيته فوق. خذ اس 2 ان خذ زد 1 ناقص زد 2 ناقص زد 3 هذه محادي ناقص ناقص زد 2 ناقص 1 زائد زد 2 ناقص 2 زائد ناقص مين؟ زد 2 ان. هذا ال اس 2 واضح انه اس 2 ان اللي هي اصغر او يساوي زد 1 لانه كل اللي مشيولات هذولا منها هذا وهذا 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 كلهم بوزيتيف تيرمز. ليش بوزيتيف؟ لانه السيكونس از ديكريزنج. يعني حيكون ال اس 2 ان هذا لما نضفنا له هذول التيرمز الان حيكون اصغر او اسف هذول نيجاتيف تيرمز بصير النيجاتيف الان لانه هذا نيجاتيف بصير ناقص اللي هو هنا زد 2 ناقص زد 3 اصغر اللي هو اكبر او يساوي صفر وهذا اكبر يساوي صفر وهذا اكبر يساوي صفر. يعني مضيوفات له صارن سوالب لما نشيلهن حيكبر زد واحد لانه نكون تخلصنا من كل السوالب هذولا بصير اس 2 اصغر يساوي اللي هي مين؟ زد واحد. اذا صارت اللي عندي السب سيكونس هذا في بارشال سامز اللي هو انكريزنج بتتزايد ومش هيك وز باوندد ابف. ما دام انكريزنج وباوندد اذا ات فولوز باي مونوتون كونفيرجنس ثيوريم ذات اس 2 ان كونفيرج تو سم نمبر اس. يعني الان اس 2 ان لو حسبناها حتطلع لك increasing زائد bounded. الان قلنا اس 2 ان اصغر او يساوي زد واحد بدون حتى absolute value. الان ومش هيك كمان ولو حسبت الاس 2 ان ناقص اس 2 في ان ناقص واحد يعني عبارة عن اس 2 ان ناقص اس 2 ان ناقص 2 حتلاقيها بتساوي عبارة عن اللي هي الترم اللي بيطلع
اللي هو عبارة عن زد واحد اللي هو ناقص زد اتنين زائد زد اتنين ان ناقص واحد ناقص زد اتنين ان ناقص اللي هو اس اتنين ان ناقص اتنين. اس اتنين ان ناقص اتنين هذا كله لما اشيله بشيل هذا مع هذا بضل زد اتنين ان ناقص واحد ناقص زد اتنين ان، وهذا اكبر يساوي صفر لانه السيكونس الاصلية ديكريزنج. اذا صار اس اتنين ان ناقص اس اتنين في ان ناقص واحد اكبر يساوي صفر، يعني صار عندي الاس اتنين ان هذه السيكونس of partial sums عبارة عن increasing sequence وهي bounded، اذا بتكون مونوتون المونوتون اللي هو bounded sequence. اذا حسب المونوتون convergence theorem حتكون اللي هي هذه الصب اللي هي sequence of partial sums is convergent، خلينا نقول converge to some s element r. الان من هذه الصب sequence اللي هي بدي اثبت لك انه السيكونس الاس ان نفسها كونفيرج للاس. شوف كيف، خد اي ابسلون اكبر من صفر، there exist k such that اذا كانت ان اكبر يساوي k، بما انه هذا السيكونس اس 2 ان كونفيرج، اذا حيكون اس 2 ان ناقص اس اصغر من اي ابسلون في الدنيا وليكن ابسلون على 2. لكن انا بعرف انه ليميت زد ان بيساوي صفر، مش قايل لنا انه هو الزد ان السيكونس الاصليه بس ليميتها بيساوي صفر، اذا اكيد ليميت الزد 2 ان زائد 1 اللي هي السب سيكونس منها برضه بيساوي صفر، ما دام بيساوي صفر اذا من عند كي معينه ونازل بكون اللي هو قيمتها اصغر من اي ابسلون في الدنيا وليكن ابسلون على 2، عند اللي هي هذه لها كي 1 وهذه لها كي 2 اخذت الكي ماكسيموم للاثنين وسميتها كي، اذا صارت هذه اصغر من نص ابسلون وهذا اصغر من نص ابسلون لكل ان اكبر او يساوي كي. لماذا؟ لانه ليميت هذه بيساوي هذه ولانه ليميت هذه بيساوي صفر. اذا الان بدي اصل للي بدي اياه اني اثبت اللي هو السب سيكونس الثانيه اللي هي الاس 2 ان زائد 1 ناقص اس برضو حتكون اصغر من ابسلون زي اللي فاتت. يعني الان اس 2 ان زائد 1 ناقص اس ايش حيساوي؟ اللي هو عباره عن هذه عباره عن اس 2 ان مضيوفه لها من مين؟ الترم اللي هو زد 2 ان زائد 1. زد 2 ان زائد 1 اشارته موجبه لانه الاصل في السيكونس ناقص 1 اس ان زائد 1، ف 2 ان زائد 1 زائد 1 بصير 2 ان زائد 2، يعني موجبه، يعني فعلا بتكون هذه عباره عن الاس 2 ان زائد 1 بيساوي اس 2 ان زائد زد 2 ان زائد 1 ناقص الاس. الان هذا اصغر يساوي بترينجل انكواليتي هذه ناقص هذه زائد هذه، هذه اصغر من نص ابسلون وهذا اصغر من ابسلون، اذا صار هذا المقدار اصغر من مين؟ من ابسلون. اذا صار عندي لاي ابسلون اكبر من صفر there exist k such that دائما بغض النظر اس 2 ان زائد 1 ولا اس 2 حيكون الاس ان لانه الفردي والزوجي له ناقص الاس حيطلع اصغر من ابسلون، وهذا بيعني انه ليميت الاس ان اللي هو اكزيست ويساوي اس، يعني بمعنى اخر السميشن هذا كونفيرج وهو المطلوب. طيب الان بكون هيك احنا اثبتنا اللي هو مين؟ اللي هو الالترنيتنج سيريز انها كونفيرج اذا حققت الشروط اللي حكيناها. الان it is an exercise to show that if s is the sum of the alternating series and if sn is its nth partial sum اثبت لي انه الابسوليوت فاليو دائما s ناقص sn اصغر يساوي مين؟ زد n زائد 1. الان بدنا ناخذ اللي هو اللي هي نحكي عن تيست اسمه دريشلت تيست والابل تيست، لكن قبل هين بدنا ناخذ هاللمه اللي هي الابلز لمه نشوف كيف اللي هو نحاول ان هو نبرهن هذه اللمه، وبعتقد برهانها سهل لانه شكلها بالضبط زي ما كنا نعمل البار اللي هو الانتجريشن باي بارتس في كالكولاس با. خلينا نشوف ايش اللي هو اللمه بتقول وكيف هذه اللمه بدها تفيدنا في اثبات النظريات المتبقيه في هذا السكشن.
قبل لما لت اكس بيساوي اكس ان اند واي بيساوي واي ان بي سيكونسز ان ار. ماشي، نفترض انه الاكس والواي ان عباره والواي سيكونسز ان ار، اند لت ذا بارشال سمز اوف سميشن واي ان بي دونوتد باي اس ان. الان السيكونس اوف بارشال سمز للواي ان سميناها اس ان، ونفترض سمونا الاس نوت بيساوي صفر عشان حيلزمنا. الان بقول لي اف ام اكبر من ان ذن، اذا كانت ام اكبر من ان بيساوي، اذا بيساوي سميشن اكس كي واي كي، كي من ان زائد واحد لعند ام بيساوي اكس ام اس ام ناقص اكس ان زائد واحد اس ام اكس ام اس ام اكس ام ناقص اكس ان زائد واحد اس ان زائد السميشن اكس كي ناقص اكس كي زائد واحد اس كي، كي من ان زائد واحد لعند ام ماينس واحد. تخيل هذا الانتجريشن وهذا انتجريشن، حتلاقي اللي هو مشابه للي هو الانتجريشن باي بارتس اللي كنا نعمله زمان. الان هذه لما بدي استغلش، هي اللمة هذه، اللمة هذه عشان نستخدمها في برهان نظرية بعد شوية بس مش اكثر. الان خلينا نشوف ايش البرهان. بقول لي سينس واي كي بيساوي اس كي ناقص اس كي ماينس واحد، عارفينها اللي هي اس كي ناقص اس كي ماينس واحد، ايش حيسوي لك؟ الواي كي، عارفين ليش 4 كي بيساوي واحد واثنين الى اخره. الان ذا ليفت سايد اوف ثلاثة، هذا الليفت سايد اوف ثلاثة از سين تو بي اوبتين تو بي ايكوال تو سميشن اللي هو اكس كي في اس كي ماينس كي ماينس واحد. الان هذا هو هذا، بنفكه بطلع هذا، تنشوف كيف، انتبهوا علي احسابات، يعني متاكد انكم ما حتجيبوها لحالكم. الان سميشن اكس كي واي كي، كي من عند واحد ان زائد واحد لعند مين؟ لعند ام، بساوي، انتبهوا علي، بساوي بدي اعوض مكان الواي كي اللي هو اس كي ماينس اس كي ماينس واحد، بساوي سميشن اكس كي في واي كي اللي هي قلنا اس كي ماينس اس كي ماينس واحد، كي من عند ان زائد واحد لعند مين؟ لعند ام، ويساوي. نفرطه هذا، خلينا نفكه. بصير عبارة عن كي ان زائد واحد يعني اكس ان زائد واحد في اس ان زائد واحد ناقص اس ان زائد اللي بعدها اكس ان زائد اثنين في اس ان زائد اثنين ناقص اس ان زائد واحد، ويكون خربط، زائد اللي بعدها لما اصل لاخر واحد اللي هو عبارة عن اكس ام في اس ام ناقص اس ام ناقص واحد، ويساوي. الان بدي اخذ اللي هو اضرب هذه جوا، بصير اكس ان زائد واحد اللي هو في ناقص في بصير اكس ان، اسمحوا لي اكتب هذه اكس ان زائد واحد في اس ان زائد واحد، ماشي، ناقص عندي اكس ان زائد واحد في اس ان ناقص، خليني اكتبها بدي اياها لاني اكس ان زائد واحد في اس ان، ضربت هذه هيها وضربت هذه في هذه هيها زائد، خلصت من الاولى لان هذه بدي اياها انا بعد شويه، زائد اللي بعدها اكس ان زائد، خليني اكتب بصير هذا ناقص، اضرب هذه قبل اكس ان زائد اثنين اس ان زائد اثنين زائد واحد، ضربت هذه في هذه زائد اللي هو اكس ان زائد اثنين اس ان زائد اثنين زائد، خذوا الفكرة انتم بتحسبوا لحالكم، اخر اشي اللي هو عبارة عن اكس ام في اس ام، هيني اكتبها هان اكس ام في اس ام هذه ناقص اللي هو اكس ام اس ام ناقص واحد، ويساوي عبارة عن هذه اللي هي اللي بدنا اياها الاكس ام اس ام ناقص اكس ان زائد واحد اس ان. الان زائد الان خدوا لي اللي هو اكس ان زائد واحد ناقص اكس ان هذه، يعني اكس ان زائد واحد اس ان زائد واحد
وهنا اس ان زائد واحد ناقص اكس ان زائد اتنين، هدول التنتين مع بعض، التنتين مضروبات في مين؟ في اس ان زائد واحد. اللي بعدها نفس الاشي حلاقي عبارة عن اللي هو اس ان زائد اتنين، اس ان زائد اتنين مضروبة في اكس ان زائد اتنين ناقص اكس ان زائد تلاتة، واضرب لما اخر الاصل لاخر اشي حلاقيها عبارة عن هذا راح بضل اللي قبله اللي هو حلاقي اللي هو اكس ام ناقص واحد ناقص اكس ام مضروبة في مين؟ في اس ام. الان هذه هي الاولى، هذه وهذا الصميشن، صميشن هذا هو الصميشن هذا، ولو فرضت لك كمان اثنين ثلاثة حيكون تتأكد من هذا الكلام تماما. هاي عندي اللي هو في حالة كيف سوى ان زائد واحد بصير اكس ان زائد واحد ناقص اكس ان زائد اثنين، هيها اكس ان زائد واحد ناقص اكس ان زائد اثنين مضروبة في اس ان زائد واحد، ولما اصل لعند اخر واحد. اذا اللي بكون هيك احنا اثبتنا اللي هو هذه اللي هو اللمة، والان بدي استخدم هذه اللمة في اثبات اللي هو النظريات اللي بعد هيك. طيب الان ريشلتس تيست بقول لي بدنا عرض علينا انه نعرف اللي هو الصميشن اللي حاصل ضرب اللي هو اكس ان في واي ان از كونفيرجنت ولا مش كونفيرجنت. طيب لو عرفت معلومات عن هذه اكس ان ومعلومات عن هذه واي ان، هل بعرف اللي هو الكونفيرجنس؟ الان هذه الثيوريم او التيست، الدي تيست، هذا الدي تيست الان هو اللي حيعمل لي تيستينج للسميشن اكس ان في واي ان كونفيرجز اللي عنا. نشوف كيف بقول لي let x بيساوي x n is a decreasing sequence. اذا اول حاجة مفترض لانه x n decreasing وlimit x n ايش بيساوي؟ صفر. and if the partial sums s n of y n are bounded then x n is y f y n is convergent. يعني بتنعرض علينا سيريز بالشكل هذا، باجي بفحص اذا لقيت الليمت لل x n بيساوي صفر وهي decreasing وكانت السيكونس اوف بارشال سمز واي ان باوندد، على طول بقول هذه السيريز ايش مالها؟ از كونفيرجنت. اذا بتفحص لي الكونفيرجنس لهذه السيريز. تنشوف الان سميشن اكس ان واي ان كونفيرجنس اذا كانت اللي هي ليميت اكس ان بيساوي صفر وديكريزنج والسيكونس اوف بارشال سمز اللي هي للواي ان هذه اللي هو عباره عن باوندد. ماشي، ايش معنات باوندد؟ يعني اللي هو عندي الابسوليوت فاليو لس ان اصغر يساوي بي فور اول ان اند فور سم بي. اذا بما انه اس ان از باوندد اذا ذير اكزيست بي اكبر من صفر such that اللي هو الابسوليوت فاليو لس ان اصغر يساوي بي فور اول ان اليمنت ان. الان بما انه اللي هو عندي الام اكبر او اخذنا ام اكبر من ان، بنستخدم الابلز لما او بنستخدم اللي هو اكس كي ناقص اكس كي زائد واحد اكبر يساوي صفر. من وين هذه؟ لانه السيكوا مفترضين اللي هو الليمت اكس ان بيساوي صفر ومفترضين انها ديكريزنج، يعني الاكس كي ناقص اكس كي زائد واحد اكبر يساوي صفر. اذا شروط الابلز لما متحققه انه الابسوليوت سميشن للاكس كي واي كي كي من ان زائد واحد لعند الام اللي هي حتساوي لما اخذ له ابسوليوت فاليو حتساوي بالضبط بدي اخذ الابسوليوت فاليو بصير اصغر او يساوي اللي هو الاس ان في الاكس ام زائد الاكس ان زائد واحد. ماشي، متذكرين الابلز لما؟ هاي الابلز لما، عشان هاي الابلز لما يا جماعه، هاي هذا بصير الابسوليوت فاليو الان الابسوليوت فاليو حتى بدون ديكريزنج هذا بنطبقها دائما، الابسوليوت فاليو لهذه اصغر او يساوي الابسوليوت فاليو لهذه مضروبه في مين؟ اللي هو الابسوليوت فاليو لهذه اللي هي اس ام واس ان طبعا ابسوليوت فاليو الهن زائد الابسوليوت فاليو لهذه. الابسوليوت فاليو لهذه اللي هي اصغر او يساوي الابسوليوت هذه زائد هذه في مين؟
في اللي هي البي. البي ايش هي؟ الباوند للاس ام والاس ان، لانه مفترضين للسيكونس بارشل سامز از باوند. اذا يعني بصير عندي الكلام هذا صحيح، يعني هذا اصغر يساوي الاكس ام زائد الاكس ان زائد واحد في مين؟ في ايش؟ في البي، لانه هذول بوزيتيف تيرمز، فبصير الابسولوت فاليو نفس الشيء. طيب زائد الصميشن للاكس كي ماينس و اكس كي ناقص اكس كي ماينس واحد في بي. ليش عملنا هيك؟ لانه هذول اصلا بوزيتيف، الاكس كي ماينس اكس كي ماينس زائد واحد هذول بوزيتيف اصلا، فابسولوت فاليو بدون نفس الشيء. اذا الابسولوت فاليو اصغر يساوي هذا في بي، وزائد الصميشن هذا برضه في مين؟ في بي، لانه هذا عباره عن مين؟ عن الاس ان، هذا اللي هو از باوندد اباف باي اللي هو بي. طيب صار عندي الان لو جينا فكينا هذا المقدار اللي عندي، هذا اكس كي ناقص اكس كي زائد واحد كله بروح، بضل عندي الان زائد واحد والام ماي اللي هي الام اخر تيرم ام ناقص واحد زائد واحد اللي هي الام، فبصير عندي البي طبعا متاخذه عامل مشترك كلها، وضل هذا زي ما هو، وهذا اللي هو التلسكوبينج او اللي هو بمع اخر اسف اللي هو هذا اللي هو كل شيء كل تيرم بضيع اللي بعده، بضل اول واحد واخر واحد اكس ام زائد واحد ناقص اكس ام، هذه صارت حركه معروفه عندكم. الان هذه بتروح مع هذه، بصير بضل هذه وهذه تنتين، بصير 2 اكس ام زائد بي في مين؟ في بي. الان قلنا ليميت الاكس ان از ان جوز تو انفينيتي ايش معطيني اياها؟ بساوي صفر. ما دام بساوي صفر اذا الان بقدر ازغرها لاصغر من اي ابسلون في الدنيا، من ضمنها اللي هي ايش مالها؟ اللي هي ابسلون بساوي ابسلون على 2 بي، يعني بمعنى اخر از ان جوز تو انفينيتي، از ان جوز تو انفينيتي طبعا ام اكيد حتروح لانفينيتي، يعني بمعنى اخر حيكون اللي هو الاس ام لهذه، هذه اس ام ناقص الاس ان حيكون اصغر من اي ابسلون في الدنيا فور فيري لارج ان وام، لانه الان والام لما ان تروح لما لا نهايه دي بتروح للصفر، والام حتكبر برضه، بمعنى اخر فور فيري لارج ان هذا حصغرها قد ما بدي، يعني هذا المقدار اصغر ما يمكن، وهذا المقدار هو عباره عن مين يا جماعه؟ عباره عن الاس ام لهذا السيكونس اكس ام، هذه الاس ام سيكونس اوف بارشل سامز لمين؟ لهذه كلها على بعض، وهذه نفس الاشي، فصار السيكونس اوف بارشل سامز هذه اللي هو الكوش كرايتيريان تبعتها متحققة، ما دام الكوش كرايتيريان متحققة اذا صارت السيريز الاصلية كونفيرج، اذا هذه سميشن اكس كي واي كي فولوز فروم كوشي كونفيرجنس الكرايتيريان اللي هو از كونفيرجنت. طيب الان نيجي للي هو التست اللي بعده اللي هو الابلز تيست، الان اللي هو التيست الاخير عندنا في هذا السكشن، نشوف كيف بدنا اللي هو برضو نحكم على الصميشن للاكس ان واي ان از كونفيرجنت. كيف؟ بقول لي لو كانت عندك الاكس ان از كونفيرجنت از كونفيرجنت مونوتون سيكونس، كونفيرجنت مونوتون بغض النظر انه هذه السيكونس ديكريزنج ولا انكريزنج او حتى كونفيرج لزيرو او غير زيرو، المهم تكون الاكس ان عبارة عن مونوتون كونفيرجنت سيكونس، والسيريز واي ان بدي اياها بس شوية الان مش باوندد، بدي اياها تكون كونفيرجنت. اذا بقول لي لو كانت الواي ان كونفيرجنت والاكس ان مش كونفيرجنت بس كونفيرجنت تو مونوتون، يعني يا increasing يا decreasing، يعني ما حدش يجي يقول لي xn convergent و yn convergent اذا التنتين summation convergent، ليس شرطا. الان اللي بقوله انه لو كانت واحدة convergent والتانية convergent to نتفة، يعني convergent النتفة هذه اللي هي تكون increasing او decreasing يعني monotone. خلينا نشوف كيف اللي هو نبرهن النظرية. البرهان سهل وبعتمد على اللي قبلها مباشرة. If xn is decreasing with الان احنا مفترضين xn مونوتون، يا increasing يا decreasing، بدنا نبرهن حالة الانكريزنج وحالة الديكريزنج. خلينا نبدأ في الديكريزنج. If xn is decreasing with limit x، يعني لو فرضنا xn decreasing وconverge للx، اذا صارت عندي اللي هو limit xn بساوي x، خلينا نسمي ال un ايش بتساوي؟ xn ناقص x، ماشي الحال؟
صارت الان الاكس ان ناقص اكس، ما دام الاكس ان ديكريزنج وطرحنا منها شيء ثابت حتضلها ديكريزنج، اذا صارت الواي ان ديكريزنج ومش ديكريزنج كمان، وليمت الواي ان اليو ان بيساوي ليمت الاكس ان ناقص الاكس، هذه ما هي ثابت، يعني ليمت اكس ان اكس ناقص اكس صفر، يعني ليمت اليو ان صفر، يعني حولت السيكونس اللي عندي الاكس ان الى سيكونس واي ان تكون ديكريزنج وليمتها بيساوي صفر. طيب so that u n decreases to zero then x n بيساوي x زائد u n ومنه وينس ال x n في ال y n صارت عندي السيكونس x n في y n بيساوي x في y n زائد u n في y n ماشي. الان عندي السيكونس اللي هي ال y from Dirichlet test الدنيا اللي هي صارت منيحة. ليش؟ لانه بما انه اللي هو اليو هذه طبعا الواي ان كونفيرس، اذا هي السيريز سميشن اكس واي ان كونفيرس مظبوط، وهذه يو ان واي ان بما انه هذه ديكريزز او از ديكريزنج وفي نفس الوقت ليمتها بيساوي صفر، وهذه الواي ان اللي هي از كونفيرجنت، اذا صارت اللي هو حسب اللي هو قبل اللي هي دريشلت ثيوريم هيها حققت الشروط بس على اليو ان. الان عندي واي ان، واي ان باوندد احنا قلنا واي ان نفسها كونفيرجنت، ما دام كونفيرجنت اذا السيكونس اوف بارشال سامز ايش ماله از باوندد، لانه كونفيرجز اذا باوندد، ان سيكونس از كونفيرجنت ماست بي باوندد، اذا صارت هذه باوندد ماشي، او بمعنى اخر السيكونس اوف بارشال سام باوندد، وعندي هذيك صارت اليو ان اللي قبل بشويه ديكريزنج وليمتها بيساوي صفر، اذا اللي هي دي تيست از ابليكابل. تنشوف كيف الان صارت عندي الاكس واي ان كونفيرج واليو ان واي ان اللي هو هذه كونفيرج، هذه كونفيرج لزيرو ديكريزنج وهذه باوندد، اذا صار عندي سميشن اكس يو ان في اكس ان كونفيرج، سينس برضه سميشن اكس ان كونفيرج بيكوز اوف the assumed of convergence of the series summation y n، لانه هذا السيريز ما احنا مفترضينها convergent وهذا ثابت بالنسبه لها، صارت هذا converge وهذا converge من دي تيست، اذا صار مجموع هنا على بعض اللي هو summation x n y n is convergent. الان في حاله increasing شيء مشابه، الان نفترض انه x n is increasing with limit x، الان خذ ال v n بدل ما هي x n ناقص x خذ x ناقص x n، صارت اللي هي السيكونس اللي انكريزنج اللي هي الاكس ان لما ضربتها بناقص صارت ديكريزنج وضفت لها ليمتها صار عندك اللي هو الليمت ايش بيساوي صفر، صارت في ان ديكريزز تو زيرو ماشي. اذا صارت الاكس ان بيساوي اكس ناقص في ان واضرب زي قبل بشويه في اكس ان في واي ان بيساوي هذه ناقص هذه، هذه لنفس الاسباب اللي قبل بشويه متحققه بالدي تيست، اذا صارت اللي هي كونفيرجز وهذه كونفيرجز اللي هو طبعا السميشن بحكي عن سميشن سيريز، اذا صار السيريز كونفيرج وهذا كونفيرج، اذا صار الاكس ان واي ان كونفيرج، وبكون هيك احنا اللي هو انهينا اللي هو التيست اللي في هذا السكشن، بضل اللي هو اكزامبلين هذول انتم بتحاولوا تطلعوا لحالكم فيهن، وبكون هيك انه احنا بكون انهينا سكشن اللي هو 9-3، وإلى لقاء آخر والسلام عليكم.